أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، بالأمل تستمر الحياة، بالأمل تقدر تكسر كل القيود وتتحدى كل الأعقاد وتتخطى كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية. تحديات كتير بتواجهها بسبب الإعاقة، لكنها بقوة إرادتها وعزمتها بتقدر تتغلب عليها وتواجهها بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة بدأها بدري في الصغير، رغم الإعاقة رغم الصعوبات اللي بتواجهها. صديقتنا الجميلة زوجة وأم، مسؤولة عن أسرة وعن أطفال، بتقوم برعايتهم